الخطط الواقفية فيها اللي في نفس البيرو واحد يتمتع منها والاخر ما يتمتعش. أرينا الدماء نموت ونموت ويحيى الوطن إلى الشعب يتخذش. باش نعطيكم شنو اللي صار في المفاوضات. وقع استدعاء النقابة الوطنية بمراسلة من طرف لجنة المفاوضات بوزارة الداخلية. رمزي البودي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. اليوم نظمت النقابة الوطنية قوات الأمن الداخلي في كامل تراب الجمهورية وقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية. تجي هذه الوقفات على خلفية التسويف الحاصل من طرف سلطة الإشراف بوزارة الداخلية وزارة العدل في المطالب وفي اللائحة المهنية اللي تقدمت بها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اللي هي تهم المؤسسة الأمنية والمؤسسة السجنية. إلا أنه لجنة المفاوضات حبت تتمرر مشروع مسقط المسقط هذا في عديد النقاط اللي احنا نختلفوا فيها. احنا حبينا نكونوا شريك فاعل، ما نحبوش نكونوا حاضرين للحضور فقط. احنا طالبنا بإعادة معنى برمجة النقاط هذه، وانا نطلب زادة من سيد وزير الداخلية مراجعة ما يمكن مراجعته فيما يخص الطلبات المهنية اللي هي واللائحة المهنية اللي تقدمت بها النقابة الوطنية. احنا ما زلنا في صورة ما فماش استجابة للمواضيع العالقة اللي تقدمت بها النقابة الوطنية. رانا ما زلنا باش نساعده الى حين ذلك الوقت ان شاء الله بقدرة ربي تو نعطوكم شنو فما جديد فيما يخص ملف تحسين الوضعية الأمنية لكافة قوات الأمن الداخلي من شرطة حرس حماية مدنية وسجون وأصلاح.